السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على أنواع الجير المتبقية في المنهج، اللي هما البيفل جير والورم أند وورم جير الموجود. أول حاجة نبدأ بيها هي البيفل جيرز. البيفل جيرز هم عبارة عن جيرز بيستخدموا لنقل الباور ما بين اتنين شافت متقاطعين. في السبيرو في الهيليكال جير كان الشافتس اللي بينقلوا الباور كلهم موازيين لبعض على نفس الايه، كلهم موازيين لبعض. انما هنا في البيفل جيرز بيبقوا الشافتس الاثنين متقاطعين. يعني لو دي اول واحده السنتر لاين دي كده، دي الشافت الاولانيه ودي السنتر لاين بتاع الشافتس الثانيه، فالاثنين ايه متقاطعين وفي نفس المستوى. يعني هو لازم يبقوا ما ينفعش يبقوا شمالين او ما ينفعش يبقوا سكيو، لا لازم يبقوا متقاطعين على اي زاويه. يعني بس اللي احنا ندرسه في المنهج مع بعض هو على زاويه 90. البيفل جير لما نيجي نمثلها زي ما الدكتور كان اتكلم معاكم في المحاضره، هي بيبقى ليها دايمتر الداخلي جدا جوه، ده ما بنستخدموش في اياها خالص. وبعدين الدايمتر ده اللي احنا بنسميه الدي، وفي الاوتسايد دايمتر احنا مش بنرسمه في الرسمه، مش بنرسمه في الاسكيماتيك بتاعنا عشان مش بنستخدمه. فهو كل اللي احنا بنستخدمه هو الدي ده، والفورسز نفسها بتبقى على حاجه اسمها الدي مين برضو هنتكلم عليها. فالمهم ان الجير بتترسم على شكل ايه، ترابيزيوم او شبه منحرف بالمنظر ده. القاعده اللي تحت دي اللي هي الدي بتاع الجير ده، اللي هو البيتش دايمتر اللي احنا كنا بنشتغل عليه في الحاجات اللي قبل كده يعني. تمام. فهو اللي بيحصل ان الاتنين جيرز لما يبقوا على زاويه 90، دي حاجه اسمها الشافت انجل اللي هي بتبقى ب 90 درجه. لما نيجي نوصل يعني لما نيجي نوصل الترابيزيوم ده بالترابيزيوم ده ونقفل المثلث كده، هنلاقي ان احنا عندنا ثلاث زوايا. اول واحده الشافت انجل اللي احنا لسه اتكلمنا عليها، قلنا على طول هتبقى ب 90 عندنا في المنهج. بعدين تاني حاجه الزاويه دي السيمبل يعني اسمها الجاما، و دي برضو الجاما، بس لو دي هتبقى هي الجير فدي اسمها جاما بتاعت الجير، ودي البينيون فدي اسمها جاما بتاعت البينيون. وبما ان الثلاث زوايا دول اللي هو جاما بينيون وجاما جير والسيجما على لاين، واللاين الانجل بتاعته 180 درجه والسيجما على طول ب 90، فعلى طول عندنا هيبقى الجاما بينيون زائد الجاما جير ب 90 ديجريز. يعني ايه ب 90 ديجريز؟ يعني لما نقول كوساين واحده تبقى هي ساين الثانيه، وساين الثانيه هي كوساين الاولى وهكذا. والفيس ويتس طبعا بتاع الترابيزيوم اللي احنا بنرسمه ده هو البي، دي شبيهه برضو بالبي اللي احنا كنا بنستخدمها في السبيرو في الهيليكال. يعني لو جينا على نص البي بالظبط يعني في النقطه دي كده ورسمت الدايمتر، هلاقي ان الدايمتر اللي ظهر ده حاجه اسمها الدي مين بتاع الجير او الدي مين بتاع البينيون على حسب هنعمل ازاي. ده ايه فايدته؟ ده بيبقى ما بين البيتش دايمتر الاساسي والاوتر دايمتر اللي احنا مش بنستخدمه، حاجه ما بينهم هما الاثنين يعتبر يعني. وهو ده اللي بيبقى عليه الكونتاكت، او بيبقى هو اللي عليه الريزلتنت بتاع الفورسز اللي بتاثر ما بينهم كلهم. تمام. يبقى كده لحد دلوقتي قلنا ان الجير لما نيجي نرسمها على شكل ترابيزيوم، الاوتر دايمتر بتاعها هو الدي جير، وفي نص الفيس ويتس في دايمتر اسمه الدي مين بتاع الجير سيجما ب 90، دي اسمها البيتش انجل بتاع الجير جاما جير، ودي البيتش انجل بتاعت البينيون جاما بينيون. وفي طبعا ال ده اسمه كون هايت، بس الحاجات دي عموما ايه مش بنستخدمها في الحسابات، هي تفهموا بس السكيماتيك يعني. اتجاهات الدوران ذات نفسها بنحددها ازاي؟ لو ده البينيون والبينيون بتلف في الاتجاه ده كده، فلو جيت بصيت على النقط دي كلها هلاقي ان كل النقط سرعتها لتحت كده. البيفل جيرز اي اتنين بيفل جير متعشقين مع بعض، لو جيت رسمت سرعتهم بقاسهم بالمنظر ده، لازم السهمين يبقوا داخلين او طالعين من نفس النقطه. ففي الحاله دي السهم كده يعتبر داخل على النقطه دي، يبقى لازم برضو الجير دي سرعتها داخله على نفس النقطه، يبقى دي كده سرعه الجير بالمنظر ده، وهقدر احدد اتجاه الدوران بتاع الشافت ده في الاتجاه ده كده. يعني الاثنين دول يبقوا داخلين اكن النقطه دي سرعتها داخله لجوه الورقه. تمام. لو فاكرين برضو شروط ان اتنين جيرز يتعشقوا مع بعض، ان الاتنين يبقى عندهم نفس الموديول. هنا في البيفل جيرز مفيش موديول نورمان ومفيش موديول ترانسفيرس، عشان احنا شغالين على ستريت بيفل جير، مش هيليكال يعني ولا سبايرال ولا حاجه، فعندنا موديول واحده. وبرضو عندنا بريشر انجل واحده لازم تبقى متساويه، وطبعا ايه نفس الفيس ويدث على الاتنين.
الموديول طبعا بيساوي الديامتر على النمبر اوف تيث سواء للبينيون او الجير، وطبعا الام جي اللي هي الفيلوسيتي ريشيو بتساوي سرعة البينيون على سرعة الجير، بتساوي ديامتر الجير على ديامتر البينيون، نمبر اوف تيث بتاعت الجير على النمبر اوف تيث بتاعت البينيون. بس المرة دي ممكن نلاقي علاقة جديدة، اننا لو بصيت على المثلث ده كده اللي موجود هنا، لو خدت التام بتاع جاما بتاعت الجير هلاقي ان هي بتساوي دي جير على الاتنين على دي بينيون على الاتنين، فيطلع لي العلاقة دي اللي هي تان جاما جير بيساوي دي جير على دي بينيون، وهو اللي موجود هنا في الريليشن بتاعت الام جي ممكن يساويه على طول بتان جاما جي. يبقى دي كده الريليشن بتاعت الفيلوسيتي ريشيو، والمين دايمتر لما اجي احسبه هقدر احسبه بالعلاقة دي، دي مين بيساوي دي ناقص بي ساين جاما، الدي دي اللي هي البيز بتاعت الترابيزيوم اللي تحت دي او البيتش دايمتر يعني، البي الفيس ويث، وجاما انهي جاما فيهم، جاما بينيون ولا جاما جير، على حسب انا بحسب المين لمين. يعني لو عايز احسب المين للبينيون هحط هنا، هحط دي بينيون واحط ساين جاما بينيون، عايز احسب الجير احط دي جير واحط هنا جاما جير. الكون هايت ده لما اجي احسبه لو بصيت برضو على الترانجل ده هيبقى عبارة عن ده سكوير زائد ده سكوير، ده اللي هو الدايمتر بتاع الجير على 2، وده الدايمتر بتاع البينيون على 2 اللي هو تحت الروت، وبرضو الساين جاما جير والكوساين جاما جير ممكن نجيبهم ريليشنز دي. بس احنا الحقيقة يعني ايه، مش هنستخدم دي غير لو الدكتور طلب حاجة منهم، والدكتور مش بيركز في الجيومتري قد ما هو بيركز في الفورس اناليسيس يعني. بس ايه، لان هي تقدر تستنتجوها من الجيومتري عادي اللي موجود عندنا، الموضوع ان شاء الله بسيط. في الموديول والجيومتري واحنا شغالين فيها بنشتغل على الدايمتر، البيتش دايمتر مش الدي مين. طب ده كده الجيومتري اناليسيس بتاعنا. طب الفورس اناليسيس والفلوستي اناليسيس لحد دلوقتي لما نيجي نشتغل برضو، لما عايزين نجيب الاف تانجنشال بتلاقي ان هي بتساوي الباور على الفي، بس زي ما قلنا ان الفورسز بتكون عند الدي مين. فلو انا عايز اجيب الفورس عند الدي مين يبقى هحسب الفيلوسيتي بالدي مين اللي موجوده هنا، يعني الاف تي بتاع البينيوم بيساوي الباور على الفي، بتساوي الباور على الفي محسوب عند الدي مين، وطبعا الاف تي بتاع البينيوم هي الاف تي بتاع الجير. وبيظهر فورس ثانيه اسمها السيبريتنج فورس، زي ما الدكتور كان عملنا معاكم في مطلع، بتبقى perpendicular على الفيس ويدث، ولو عملنا لها اناليسيس اكتر هيظهر معايا تو كومبوننتس اللي هو الاف راديال بتاعت البينيون والاف اكسيال بتاعت البينيون، وزيها عند الجير اف اكسيال واف راديال موجودين. طبعا الاف تانجنشال الاثنين، الاف تانجنشال بتاعت البينيون هي الاف تانجنشال عند الجير بس في عكس الاتجاهات، عند البينيون بتبقى في عكس اتجاه الدوران، وعلى الجير بتبقى مع اتجاه الدوران عشان هي اللي دريفن. بس بالنسبه لبقيه الفورسز الاف اكسيال والاف راديال، لو بصينا هنا ان ايه الاف راديال اللي فوق هي داخله على السنتر بتاع داخله في اتجاه الراديوس فهي راديال، بس اللي عكسها على الجير اللي هي هتبقى اف اكسيال مش في اتجاه الراديوس بتاع الجير. فبالتالي المره دي بقى هنقول ان اف راديال بتاعت البينيون بتساوي اف اكسيال بتاعت الجير، ونفس الكلام اف اكسل بتاعت البينيوم بتساوي الاف ريديال بتاعت الجير. لو عايز اجيب السيبريتنج فورس اللي انا كنت لسه بتكلم عليها، بتبقى السكوير روت بتاع الاف ريديال سكوير زائد الاف اكسل سكوير سواء للبينيوم او سواء للجير. المهم ان اكتر حاجه مهمه ان احنا لما نيجي نحسب الفيلوسيتي او لما نيجي نحسب الاف تانجنشال بنحسبها عند الدي مين مش الدي بيتش اللي موجوده في العادي، ودي الريليشن اللي اقدر اجيب منها الاف اكسيال بتاعت الجير بتساوي اف تي تان فاي ساين جاما جير بتساوي الاف راديال بتاعت البينيون زي ما كنا لسه متكلمين، ونفس الكلام للاف ار بتاعت الجير بتساوي اف تي تان فاي كوساين جاما جير بتساوي الاف اكسيال بتاعت البينيون. طيب المسائل بتاعت بيفي الجير كلها بتبقى ستريت فورورد، يعني تقريبا ابسط حاجه، عشان كمان ايه ما فيش مسائل ديزاين، فهتبقى فورس اناليسيس بس، واتجاهات الفورسز حتى محتاجناش ان احنا نفكر فيها كتير، هي الاف اكسيال على طول بيزق في اتجاه الشافت، يعني عمره ما بيزقها بره الشافت، على طول بيزق من جوه، والاف راديال اتجاهه سهل، والاف تانجنشال زي ما احنا عارفين برضه سهل وبسيط ان شاء الله. فهي الخطوات بتاعت الحل هتبقى ان احنا نعمل جيومتري اناليسيس نجيب منها الدي والنمبر اوف تيث الموديول الفاي السبيدز الفيلوسيتي ريشيو المين دايمتر والفاي بينيون والفاي جير.
طالما احنا هنشتغل فورس اناليسيس بس، يبقى على طول هيبقى الموديول والفاي على طول جيفن. فهو تقريبا في كل مسألة نفس الخطوات دي نشتغل عليها. اول حاجة هنقول الموديول بيساوي الدي بينيون على النمبر اوف تيث بتاعت البينيون، والدي جير بيساوي النمبر اوف تيث بتاعت الجير، وغالبا هنجيب الدي بينيون والدي جير. تاني خطوة نروح نطبق الرول بتاع الفلوستي ريشيو، نقول ان ام جي بتساوي النمبر اوف تيث بتاعت البينيون. او نبص عليها، اول واحدة بتاعت الموديول ده كده البيفل جير، اول ريليشن هو مديها في التيبلز في التيبل اللي عندكم، يعني اللي هو الموديول بيساوي دي جير على نمبر اوف تيث بتاعت الجير بيساوي دي بينيون على نمبر اوف تيث بتاعت البينيون. دي اول حاجة هنستخدمها على طول كده. تاني حاجة هنطبق الرول بتاع الفلوستي ريشيو، بيقول ان ام جي بيساوي نمبر اوف تيث بتاعت البينيون، نمبر اوف تيث بتاعت الجير على دي جير على دي بينيون بيساوي او سوري دي كان الفلوستي، يعني دي كان النمبر اوف جير، نمبر اوف تيث بتاعت الجير على النمبر اوف تيث بتاعت البينيون بيساوي تان جاما بتاعت الجير، اللي هو مكتوبة هنا كده، ده هو اللي احنا هنستخدمه، اللي هو التان جاما جير بتساوي دي جير على دي بينيون بتساوي ان جير على ان بينيون، طبعا ايه بتساوي سرعة البينيون على سرعة الجير. ده مش هنستخدمه يعني، فممكن لو حد عايز يشطب عليه عشان الموضوع مبقاش مكلكع في الكتاب مفيش مشكلة. فاحنا نعمل الحسبة دي سواء ان احنا نجيب منها السرعة لو احنا عايزين نجيب السرعة، بس الاهم حاجة ان احنا نجيب منها الجاما بتاع الجير، هتبقى تان انفرس الفيلوستي ريشيو. وبعدين هنقول ان الجاما بتاعت البينيون بتساوي 90 ناقص الجاما بتاعت الجير، زي ما اتكلمنا من هنا ان عشان السيجما دي على طول ب 90 ديجريز، فجاما بينيون بلس جاما جير على طول ب 90، يبقى لو جبت واحده هجيب الثانيه، هقول 90 ناقص الثانيه. اخر حاجه هجيب الدي مين بتاع البينيون والدي مين بتاع الجير عن طريق ان انا اطبق الرول ده، اللي هو هيقول لي دي مين بتاع البينيون بتساوي دي البينيون ماينس بي ساين جاما بينيون، ودي مين بتاع الجير بتساوي دي جير ناقص البي ساين جاما الجير. والرول ده هتلاقوه مكتوب اعتقد في الصفحه الثانيه اهو، هو مسميه هنا دي افريج، هو دي مين، يعني هو دي مين بتساوي دي ناقص بي كوساين جاما، هي دي الجاما برضه، يعني دي جاما لور كيس او جاما سمول، احنا غالبا شغالين عليها الابر كيس دي يعني. فايه ده كده الرول بتاع الدي مين، لو انا بحسبه البينيون هحط دي البينيون ودي البينيون ودي جاما بينيون، انا بحسب الجير هحط دي جير ودي جير. بعد ما جبت الحاجات الجيومتري دي كلها هروح اجيب ال V. ال V بتساوي ايه؟ باي دي مين في ال N بال RPS على 1000، او لو عندي شغل بال RPM هيبقى باي دي مين N على 60000. انهي ان فيهم؟ لو انا هحط الدي مين بتاعت البينيون يبقى احط ان بينيون، لو انا هحط الدي مين بتاعت الجير يبقى احط السرعه بتاعت الجير. الاثنين هيطلعوا نفس البيتش لاين فيلوسيتي، ما تنسوش ان لما نيجي نشتغل بالرول ده نحط ان بالار بي اس، وفي الاثنين رولز بنحط الدي مين بالمليمتر وبنجيب الفي بالمتر بير سكند. مهم جدا ان احنا نفتكر ان هي بتحسب عند الدي مين مش الدي العاديه يعني. اعتقد هي كانت مكتوبه هنا بس يعني هو مش كاتبها اكسبليسيتلي تقريبا، المهم تفتكروا ان هي ايه بالدي مين الموجود. بعد ما جبت كل حاجه في الجيومتري والباور هروح احسب الاف تي، طبعا الاف تي بتاعت البينيون هي الاف تي بتاعت الجير بتساوي الباور على الفي، وعشان نجيب الاف تي بالنيوتن لازم الباور يبقى بالوات ولازم السرعه تبقى بالمتر بير سكند. بعد ما جبت الاف تي هروح اجيب الاف اي جي، الاف اكسل بتاعت الجير، هقول ان اف تي تان فاي سان ساين جاما جير، وده برضو بيساوي الاف ار الاف ريديال بتاعت البينيون زي ما عملنا من الرسمه اللي فوق دي، وهقول ان الاف ريديال بتاعت الجير بتساوي اف تي تان فاي كوساين جاما جير، والكلام ده هيساوي الاف اكسل بتاعت البينيون. الكلام ده بنلاقيه فين؟ هنلاقي ان هو مكتوب هنا تحت الفورس اناليسيس. ممكن تكتب هنا مثلا ده للجير، فلما تيجي تحسب اللي هو دبليو ريديال اللي هو اف ار يعني بتساوي ال FT اللي هو ال WG زي ما احنا عارفين tan phi كوساين جاما، ولما واحنا لو كتبنا هنا جير فهنحط دي بتاعت الجير، الاكسيال برضو بتاعت الجير فهنقول WT tan phi sin جاما جير. بالنسبة relations بتاعت الفورسز نفسها هو هنا مكتوب لك حتى ايه ال F radial بتاعت البينيون بتساوي ال F axial بتاعت الجير، وهنا F radial بتاعت الجير بتساوي ال F axial بتاعت البينيون.
فهما دول بس اللي احنا هنشتغل بيهم يعني. هو يمكن هنا حاجات كتير مكلكعة، بس الأساس كده اللي احنا هنشتغل بيه كله هو القانون بتاعت الموديول دي. تقريبا هتبقى أول خطوة في نفس في كل المسائل تقريبا. تاني حاجة ال تان جاما جير بتساوي ال ام جي بتساوي الكلام ده كله اللي هو التاني واحد ده. تالت حاجة هنشتغل عليها هو ال الرول بتاع ال 90 ماينس، معرفش ده مكتوب لكم هنا ولا لأ. هو مش مكتوب ان مجموع الاتنين 90، بس خليكم فاكرين ان ايه، عشان السيجما ب 90 يبقى الجاما بينيوم بلس جاما جير ب 90 ديجريز. والقانون بتاع الدي مين المكتوب تحت ده، لو هتحسبه البينيون تحط الدي البينيون والجاما للبينيون، لو هتحسبه الجير تحط دي بالجير والجاما للجير. وفي الفورس اناليسيس عند الفلوستي ما تنساش تحسب بالدي مين. وفي الفورس اناليسيس لو ممكن تكتبه هنا ان هو الثلاث القانونين دول للجير، وتحط الجامعة دي للجير ودي للجير، وبعد ما تجيبهم وانت مش قادر تفتكر اني واحد فيهم الريليشنز يعني، هو كاتب اف راديال بتاعت البينيوم بتساوي اف اكسل بتاعت الجير، اف راديال للجير بتساوي اف اكسل للبينيوم. اي اف ار المكتوبه دي هي السيبريتنج فورس اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها من فوق، اللي هي الريزلتنت بتاع الاف ار سكويرد بلس الاف اكسل سكوير. دي مش بتتطلب يعني، لو انت عايز تحسبها الاول بعدين تتحللها مفيش مشكله، بس اعتقد ايه القوانين دي اسهل في الشغل يعني. فبس كده، ده الملخص بتاع الحاجات اللي احنا نعملها كل مره في مسائل بيفل جير بالظبط. الباور الانبوت ب 4 كيلو وات، سرعه الشافت سي ب 6 ار بي اس، بس السي ده هو الاوتبوت مش الانبوت، يبقى كده الانبوت عند الاي. البريشر انجل بتاعه البيفل جيرز 20 ديجريز، الموديول بتاع البيفل جيرز ب 3 مليمتر، الفاي نورمال بتاع الهيليكال جيرز 20 ديجريز، والهيليكس انجل بتاعه الهيليكال جيرز ب 30 ديجريز، والموديول الترانسفيرس بتاعهم ب 2 مليمتر. وقال ان البيرنج اف هيشيلها راديال لود بس، وعايز الرياكشنز على الشافت سي والرياكشنز على الشافت بي اللي موجودين هنا دول. فاول حاجه نشتغل عليها طبعا ايه، هي الجيومتري بتاعت الجيرز كلها. لو اول حاجه مسكنا الهيليكال جيرز، فهو الهيليكال جير برضو اول حاجه بنبدا بيها هو القانون بتاع الموديول. وما ننساش ان الهيليكال جير له موديول نورمال وموديول ترانسفيرس. اللي احنا بنشتغل عليه بالرول بتاع الدي على الان هو الموديول ال ترانسفيرس موجود هنا، فيبقى الموديول الترانسفيرس بيساوي، هو قال ان هو الهيليكال جيرز موديول ترانسفيرس ب 2 هيساوي دي 1 على 15 دي 2 على 35. ده كده النمبر اوف تيث بتاعه 1 ب 15 والنمبر اوف تيث بتاعه 2 ب 35. نجيب منها الدي 1 ونجيب الدي 2، هنطبق الرول بتاع الام جي ونجيب الحاجات اللي ناقصه. اللي ناقص جبنا الام جي ب 2.33. وعشان احنا عايزين نشتغل، لما بنيجي نشتغل في الهيليكال جيرز برضو ليها اتنين بريشر انجل، الترانسفيرس والنورمال. الترانسفيرس هي اللي احنا بنعمل فيها الفورس اناليسيس كله، فاحنا مدينا النورمال. لو احنا عايزين نجيب منها ترانسفيرس فبنطبق الرول ده اللي هو هتلاقوه مكتوب عندكم برضو في الجزء بتاع الهيليكال جيرز اللي فوق، تان فاي ان بتساوي تان فاي تي كوساين الهيليكس انجل، فنقدر نجيب الفاي تي بتساوي 22.8 الموجب. طيب تاني حاجة هنبص على الجيومتري برضو بتاعت البيفل جير ستيج، هنبقى عايزين نجيب منه نفس الحاجات اللي احنا كنا نتكلم عليها في الاول خالص. اول حاجة هنطبق الرول بتاع الموديول، نجيب منه الدايمتر بتاع جير 3 والدايمتر بتاع جير 4. 3 و 4 هما دول يعني. بعدين نقول ان ام جي هتساوي ال ان 3 على ان 4، دي 4 على دي 3، ان 4 على ان 3 بتساوي التان جاما بتاعت الجير. ويبقى عندنا كل حاجة نجيب منها ال ان 3 هيطلع ب 12 ار بي اس، عشان احنا عارفين ان ان 4 جيفن ان جيفن الانبوت ده ب 6 اللي هو راكب عليه ال 4، فمعنى ان 4 نقدر نجيب ان 3 ب 12 ار بي اس، ونقدر نجيب هنعرف ان الجاما جير بتساوي 2، فالجاما جير بتساوي تان انفرس 2 هتطلع ب 63.4، ونجيب الجاما بينيون هتبقى ب 90 ماينس الجاما جير ب 26.5. وبرضه كنا نقول عشان الاثنين مجموعهم 90، فساين جاما جير بتساوي كوساين جاما بينيون، وساين جاما بينيون بتساوي كوساين جاما جير. بعدين هنروح نجيب الدي مين بتاعت البينيون، هتطلع تساوي دي بينيون ماينس بي ساين جاما بي 60 ماينس 25 ساين الجاما بينيون،
ونجيب الدايمتر مين برضو بتاع الجير او الافريج بتاع الجير. هنعمل نفس الرول الدي جير والجاما جير اللي موجودين. نجيب البيتش، وبما ان هنا برضو الجير 3 والجير 2 على نفس الشافت، فسرعة 3 هي سرعة 2 اللي هي 12 RPS، فنقدر نكتبها هنا تحت الـ اول ستيج يعني الهيليكال، ان سرعة 2 هي سرعة 3 اللي هي 12 RPS، ونقدر نجيب سرعة الجير A هتطلع ب 28 RPS اللي موجودة هنا لما نيجي نطبق يعني الرول بتاع الـ MG اللي موجود ده. لما نجيب pitch line velocity بتاع ال spare gears، فهو عبارة عن باي دي ان على 1000، ال n بال RPS وال diameter بالمليمتر. طبعا ايه ال helical gears في احنا مشتغلش غير بدايمتر واحد اللي هو ال pitch diameter، فمش هنحسب ملوش دي مين يعني قصدي ولا حاجة، فباي دي ان على طول على 1000 هيطلع ب 2.64، وال V34 اللي هو ال 34 دول اللي هما ال bevel gear stages. فلما نيجي نشتغل بال ال D mean بتاع ال helical بتاع ال pinion بتاع الجير، على حسب بقى احنا نحط ال D mean pinion يبقى نحط ال N pinion، ونحط ال D mean gear نحط N gear. هنا نشتغل على اللي سرعتها 12 ال gear، ونجيب ال pitch line velocity بتاع ال bevel gears 1.84 meter per second. تالت حاجة نروح نعمل force analysis أول حاجة على ال helical stage. الهيليكال ستيج الباور اللي هو كان من داخل من الاول خالص كان مديني ان هو ب 4 كيلو وات، وطبعا طالما المساله ايه كلها ما فيهاش ورم ورم ويل، يبقى كل الجيرز عليهم نفس الباور بالظبط. هو احنا حتى مش بنشتغل بالافيشنسي، الافيشنسي بتبقى عاليه على طول 98%، بس احنا على طول بنفترض انها 100%. فالباور الاف تي 1 ما بين 1 و 2 بيساوي الباور على البيتش لاين فيلوسيتي ما بينهم، ف 4 تايمز 10 تو باور 3 عشان نحولها من كيلو وات لوات، ويبقى كده وات على متر بير سكند، نقدر نجيب الفورس بال نيوتن. ودي الرولز بتاعت الهيليكال جير العاديه جدا، الاف ار ما بينهم بيساوي الاف تي تان فاي تي، احنا جبنا الفاي تي في الاول فنقدر نجيب الاف ار ما بينهم، والاف اي 1 2 بتساوي الاف تي تان الهيليكس انجل بساي، نقدر نحسب برضه. دي القوانين اللي هو مكتوبه في الجزء بتاع الهيليكال جير اللي موجوده عندكم في الرولز اللي هنا ده كده الهيليكال جيرز، هي دي الرولز اللي احنا شغالين عليها، ده اللي هو بتاع التحويل ما بين فاي ان لفاي تي، وده الرول اللي احنا نحسب بيه الاف اي والاف ار الموجودين. الدايركشن بتاع الفورسز على الهيليكال جيرز، الاف ار طبعا سهل مفيهوش مشكله. هنا في المساله كان مدي الدايركشن بتاع الشافت اي بي ده بيلف في الاتجاه ده، يبقى طالما الاتنين دول اكسترنال ماشيك على طول، فطالما بتلف دي كده يبقى دي بتلف عكسها كده، يبقى الهيليكال جير البيفل جير ده بيلف كده او سرعته داخله على النقطه دي، يبقى ده برضو لازم سرعته تبقى داخله على النقطه دي والسرعه دي تبقى كده. وهنا في المساله برضو يعني هو كان راسمها بالمنظر ده، فنقدر نستنتج من هنا ان جير 1 ده رايت هاندد هيليكال جير، والجير 2 عباره عن ليفت هاندد هيليكال جير. لما تحط ايدك وهي هوريزونتال كده تلاقي ان هو الثم بتاعك او الابهام بارل للسنه اللي مرسوم عليه. فنروح نحط اتجاه الدوران اللي موجوده، بنحطها على البينيون مش الجير. البينيون من فوق زي ما شفنا اللي هو 1 كان رايت هاندد هيليكال جير، فهنطبق الرايت هاند رول. الرايت هاند رول بتقول لي ان هو هحط صوابعي مع اتجاه الدوران بتاع الشافت، يعني اكني بعمل لايك او ديسلايك كده مع اتجاه الدوران بتاع الشافت، وهلاقي ان الثم بيبص على الدايركشن بتاع الاكسيال فورس. فلو دي كده رايت هاند جير ودي اتجاه الدوران، يبقى الاف اكسيال في الاتجاه ده على البينيون، والاف اكسيال على الجير عكسه على طول من غير ما افكر حتى. يبقى كده جبنا الفورسز وجبنا الدايركشنز بتاعتها. تاني حاجة هنروح نشتغل على البيفل جيرز، التانجنشال فورس ما بينهم بتساوي الباور على البيتش لاين فيلوستي ما بينهم، نقدر نجيب ال FT74. وطبعا ايه احنا قلنا اتجاه الدوران بتاع البيفل جيرز هتبقى دي داخلة كده ودي داخلة كده، فاحنا بنحطها مع البينيون. فلو ده كده داخل، فالمفروض ان الاف تي بتاعت الجير مع نفس الاتجاه، والاف تي بتاعت البينيون في عكس اتجاه الدوران بتاعها.
ودول طبعا بحطهم سالين، دي اف راديال للجير، فهو المفروض تبقى في اتجاه الراديوس بتاع الجير، دي كده اف راديال للبينيون في اتجاه الراديوس بتاع البينيون، اف اكسيال بينيون، واف ايه اف اكسيال للجير. وطبعا ايه زي ما احنا عارفين اف اكسيال بتاعت الجير بتساوي اف راديال بتاعت البينيون، اف اكسيال بتاعت البينيون بتساوي اف راديال بتاعت الجيرز، وبرده ايه مكتوبين هنا حتى في الصفحة دي اف راديال بينيون بتساوي اف اكسيال جير، اف راديال جير بتساوي اف اكسيال للبينيون. ودي الرولز اللي احنا هنشتغل عليها، اللي هو بعد ما جبت الاف تي ما بينهم هما الاثنين هقول ان ايه الاف اكسيال بتاعت الجير، برده من الرولز المكتوبة هنا اف اكسيال جير بتساوي الاف تي تان فاي ساين جاما جير، وهقدر احسب منها اف راديال للجير هتساوي الاف تي تان فاي ساين جاما جير، ونطلع الرقم. يبقى كده جبنا اتجاهات ومقدار الفورسز كلها. هو البيفل جيرز يعني اسهل حتى من الهيليكال جيرز في تحديد اتجاهات، تحديد الاتجاهات والماجنتيود ذات نفسها. نشوف بقى الفورس اناليسيس او الرياكشنز عند كل سبورت من السبورتس الموجودين. اول حاجه نمسك الشافت اي دي، نبص عليها نلاقي ان هي عليها جير واحده بس اللي هي جير 1، وعندها بيرنج A والبيرنج B اللي موجودة. الشافت الجير 1 دي ما في النص بالظبط ما بين ال A وال B على بعد 22 ملم كده و 22 ملم كده، والفورسز على جير 1 هو دول ال F R كده وال F Axial كده وال F Tangential داخلة لجوه، ودي الماجنيتيودز اللي احنا لسه حاسبينها يعني. فكده ده كده اول فيو هيبقى ظاهر فيه الاف اكسيال بس والاف راديال بس، وده تاني فيو هيبقى ظاهر فيه الاف تانجنشال بس الموجوده، وطبعا ايه في النص ما بين الاثنين زي ما هسه ممكن نرمي. فاحنا محتاجين نجيب الرياكشنز على السبورتس الفيو دي. وفي الفيو دي اول حاجه نمسك الفيو دي كده، احنا نسميها اليفيشن، هي رغم الاثنين يعتبروا اليفيشن، واحده اليفيشن واحده سايد فيو. بقى هناخد سيجما مونت حوالين نقطه بي هنا، هنلاقي ان الار اي vertical مضروبة في ال 44 دولار بلس، بص اتجاه المومنت دي كده، اتجاه المومنت بتاع ال F axial دي برضو، او لو نقلت الفورس دي للسنتر ومعاها مومنت هيبقى اتجاه المومنت مع ال R A في ال V بيساوي الماجنتيود ده اللي هو 875.3 مضروبة في نص الديامتر بتاع الجير ده اللي احنا حاسبينه فوق ب 30، يبقى نص ال 30 عبارة عن 15، والكلام ده اللي بيعمل مومنت عكسهم هو ال F R دي اللي هو 637.3 مضروب في 22 الموجودة هنا، ومن الإيكويشن دي أقدر أجيب الـ RA vertical بـ 20.2 نيوتنز. تاني حاجة ناخد سيجما فورس في اتجاه الـ X بـ 0، هتبقى الـ RB في الـ V بلس RA في الـ vertical برضو بتساوي الـ F radial الموجودة هنا. طبعا إيه الفورس الـ axial دي مش في اتجاه الـ horizontal، هي في اتجاه الـ vertical كده، ونقدر نجيب الـ RB عند الـ V. وطبعا ايه لو عملنا سيجما فورسز برضو في اتجاه الواي هنجيب الاكسيال رياكشن عند واحدة من السبورتس الاثنين. لو خلينا البي هي اللي تشيل الاكسيال هيبقى الشافت عليه كومبريشن، ده احنا على طول بنحاول نتجنبه، فهنخلي السبورت البيرنج اللي عند ايه هو اللي يشيل الاكسيال فورس، فهيبقى الاف اكسيال عند الايه بتساوي الماجنتيود اللي موجود هنا ده اللي موجود ده بتاع الاكسيال، والاف الفورس الراديال عند ايه بتساوي الريزلت بتاع الاثنين دول. فهنروح نجيب نروح نشتغل برضو على الفيو دي كده، طبعا دي اسهل من دي عشان دي فورس واحده بس في النص، فالفورس عند الايه هي الفورس عند البي بيساوي التانجنشال على الاثنين، هنطلع ب 758. فعشان نجيب resultant radial force عند كل واحدة من السبورت فهنستخدم الرول ده كده، هيطلع ال radial force عند ال A ب 758 و radial force عند B بالرقم ده، وال axial force عند ال B ب 0 عشان احنا مش عايزينها تشيل compression، يبقى ال axial force عند ال A هتطلع هي بالماجنتيود ده. تاني حاجة الشافت B، الشافت B عليها اتنين gears، اول جير هو الجير رقم 2 هيليكال جير عادي، تاني جير هو الجير رقم 3 ده اللي هو بيفل جير، ودي المسافات من هنا لحد الجير 2 22، من جير 2 للسبورت دي 22، من السبورت دي لحد الدي اللي هو لحد البيز بتاع البيفل جير
ب 12. وفي حاجة برضه لازم ناخد بالنا منها، ان هو الفورس اللي على البيفل جير بتأثر عند المين دايمتر ده كده، البيتش دايمتر اللي هو دي، بس الفورس نفسها بتأثر هنا كده عند المين دايمتر. فاحنا لما نيجي ناخد المومنت محتاجين نعرف المسافة اللي هو ما بين اللي ما بين الدي مين وبين البيز اللي تحت، عشان دي كمان هتأثر معانا في المومنت، بالذات ان الماجنيتيوز دي او اللينثز دي صغيرة، فحاجة زي المسافة الصغيرة دي هتأثر معانا في الحسابات برضه. ده كده جير 2، ودي الدايركشنز والماجنيتيودز بتاعة الفورسز اللي عليه، وده كده البيفل جير اللي هو 3، وده كده الماجنيتيودز والدايركشنز بتاعة الفورسز اللي بتأثر عليه برضه، بتأثر عند الدي مين، يعني مش بتأثر تحت عند البيز، لا بتأثر عند الدي مين. فيبقى ده كده الشافت، ودي الرياكشنز اللي عليه. ده كده نقطة C، ده نقطة D، في رياكشن هنا ورياكشن هنا، دي 22، ودي الفورسز اللي قلنا موجودة عليه، ودي الفورسز الموجودة على البيفل جير. دي كده المسافة H اللي احنا محتاجين ندخلها معانا في المومنت كمان، غير ال 12 وغير ال 22. الدي مين بتاع جير 3 لما حسبناه نقسمه على الاتنين تبقى المسافة دي 24.4، وهنا هيبقى نفس الكلام لما نيجي نحط التانجنشال فورسز، هنلاقي ان الفورس دي اللي هو التانجنشال هنا طلع من الورقة، والتانجنشال هنا طلع من الورقة، فكده نقدر نحط الاتنين دول مع بعض في نفس الاتجاه، مش عكس بعض. يعني لو حطيناها عكس بعض بالعكس هتطلع مش مظبوطة كمان، يعني احنا هننقل دي للسنتر ودي للسنتر، كل واحدة معاها التورك بتاعها، والاتنين في نفس الاتجاه على طول، فهيطلعوا بالمنظر ده كده. ندرس اول حاجة الفيو دي، هناخد سيجما مومنت حوالين السي بزيرو، بس الاول نروح نجيب الاتش دي. الاتش دي بنجيبها منين؟ لو طلعنا فوق هنا يعني في اول صفحة خالص، وخدنا هناخد دلوقتي مثلث صغير من اول دي مين لحد تحت، هو المثلث الصغير اللي هو محصور ما بين السلكشن بتاعتي والحتة دي كده، هو المثلث اللي تحت ده. فلو رسمناه هنا تحت على كبير هنلاقي ان هو ال H دي هي المسافة اللي احنا بنحاول نجيبها، والمسافة دي اللي احنا قلنا ان دي مين في نص ال B، فهتبقى ال hypotenuse ده B على 2، والحتة دي عبارة عن ال DP minus ال D مين على الاتنين اللي موجودة من هنا. فهنقدر نروح نجيب ال H، هيبقى عبارة عن نص ال B كوساين الجاما بتاعت البني. تمام، يبقى كده جبنا مسافة اتش الموجود. ندرس الاليفيشن بقى، ناخد سيجما مومنت عند السي هنا، فهنلاقي ان ايه الفورسز بتأثر معانا. اول حاجة الاف راديال دي في المسافة بتاعتها، فهيبقى 637 في 22 بتعمل مومنت في الاتجاه ده. تاني حاجة بتعمل مومنت معاها هو الاف اكسيال بتاعت البينيون دي، لو انا نقلت الفورس دي للسنتر فيظهر معايا المومنت في الاتجاه مع اتجاه الاف ار اللي موجودة هنا، هيبقى عبارة عن المسافة دي في ال 24.4 اللي موجود. كل المومنتس التانية بقى بيعملوا مومنت في اتجاه عكس الاتنين دول، فهيبقى أول حاجة هتعملي مومنت اللي هو ال 875 مضروبة في الدايمتر بتاع جير 2 على الاتنين اللي هو 75، ال 35 قصدي، سوري. تاني حاجة الفورس اللي هي جاية من فوق خالص اللي هو الاف راديال بتاعت البينيون، احنا ناخد مومنت حوالين السي، فهنضرب دي في الحتة اللي هو H plus 12 plus 22 plus 22 كمان زي ما هو مكتوب هنا كده. واخر حاجة الفورس اللي جاية من السبورت دي على بعد من السي يبقى 22 plus 22 اللي هو 44. نجيب من هنا ان ال R دي في الفيرتيكال بتساوي minus 1261. سيجما فورس في اتجاه ال X ب 0، هلاقي ان 7 point ال FRP plus ال RD في الفيرتيكال plus ال RC في الفيرتيكال بيساوي ال 637 اللي موجودة، واقدر اجيب من هنا ال RC في ال vertical، واقدر كمان اجيب ال axial force على واحدة من الاتنين دول. هو طبعا في كل الحالات هيبقى واحدة من هيبقى جزء من الشافت عليه compression، عشان في اتنين compressive forces، واحد فوق خالص ده بيزق على الاتنين bearings، وده بيزق على تحت وبيشد لفوق. فالحل الأصح يعني ان احنا ناخد، يعني احنا لو خدنا دي هي اللي بتشيل الاكسيال فورس، هيبقى الجزء ده بس اللي عليه الكمبريشن، وبقية الشافت عليها
التنشن نتيجة الفورس الموجود هنا، فهنخلي دي هي اللي تشيل الاكسيال فورس، فيبقى الاف دي اكسيال بتساوي مجموع الاكسيال فورس، يعني دي هتعمل اكسيال فورس، دي اكسيال فورس ودي اكسيال فورس، فالسبورت دي هتبقى بتشيل مجموع الاتنين دول مع بعض، فالاف دي اكسيال بتساوي مجموع الاتنين. الفيو التانية بقى هتبقى عبارة عن الفورس التانجنشال بتاع 1 2، الفورس التانجنشال بتاع 3 وال 4، برضو ممكن ناخد مومنت عن سي. الفورس دي في ال 22 والمومنت بتاعتها برضو في نفس الاتجاه دي، هيبقى 2174 مضروبة في ال h plus 12 plus 22 plus 22، الكلام ده هيساوي ال r دي في الهوريزونتال مضروبة في ال 44، ونقدر نجيب ال r دي عند ال h، ونعمل سيجما فورس في اتجاه ال x، هنلاقي ان الاتنين فورسز دول بيساوي الاتنين فورسز دول، نجيب ال r c في الهوريزونتال، ونجيب الريزلتنت راديال فورس عند c والريزلتنت راديال فورس عند d، بقينا هنقول الريزلتنت راديال فورس عند c بيساوي ده سكويرت بلس ده سكويرت تحت الروت، وبتاعت ال d هيبقى عبارة عن ده سكويرت بلس ده سكويرت الاتنين تحت الروت، وهتطلع بالأرقام دي. مسألة كمان برضو على البيفل جيرز، هو كان بيقول اتنين بيفل جيرز، ده البينيون وده الجير، والبينيون بيلف في الدايركشن ده كده. الباور 2 كيلو وات، نمبر اوف تيث بتاعت البينيون 15، موديول بتاعهم 4 ملي متر، الفاي ب 20، سرعة البينيون 15 ار بي اس، وما كانش مدي البي، فعن اسيوم ان هي ب 20، هو في الامتحان هيبقى مدي كل حاجه، يعني ما تقلقوش ان شاء الله. طبعا ايه الموديول بتاع البينيون؟ هو الموديول بتاع الجير، والبريشر انجل بتاع البينيون والبريشر انجل بتاع الجير برضو الاثنين متساويين مع بعض، والفيس ويتس برضو. فاول حاجه نعملها زي ما قلنا نقول الموديول بيساوي الدايمتر، الدايمتر على النمبر اوف تيث، ونجيب الدايمتر بتاع البينيون، هو مش مدي معلومات كافية عن الجير، وكده كده مش هيبقى مهم قوي. وبعدين نطبق تاني حاجة، هنطبق الروت بتاع الفلوستي ريشيو. احنا هنضطر في المسألة دي نفرض حاجات، بس هو في الامتحان هيبقى مدي كل حاجة، يعني ممكن نحط النمبر اوف تيث هتجيب ب 45، ونجيب هتبقى الفلوستي ريشيو بعد ما نحسبها تطلع ب 3، والدايمتر بتاع الجير هيبقى 180. طالما الام جي ب 3 يبقى 3 بتساوي 10 فجاما بتاعت الجير، فالجاما بتاعت الجير هتبقى 10 انفرس 3 هتطلع ب 71.56، والجاما بتاعت البنيو هتساوي 90 ماينس الرقم ده بيطلع ب 18.4، وده الدي مين بتاع البنيون، دي مين بتاع الجير. البيتش لاين فيلوسيتي هيتحسب عند الدي مين اللي موجوده، والفورس اناليسيس برضو ايه ده الدايركشن البينيون بيلف كده، يعني السرعه بتاعت نقطه الكونتاكت دي الاثنين طالعين لبره، يعني ده كده اتجاه الدايركشن لبره، الاثنين طالعين من النقطه، يعني الجير الاف تانجنشال تبقى في اتجاه الدوران، فهتبقى برضو هي كمان طالعه لبره وعكسها على البينيون هنا، ودي اف راديال جير وعكسها هنا الاف اكسيال بينيون، اف اكسيال جير وعكسها هنا الاف راديال بتاعت البينيون. الاف تانجنشال عليهم هما الاثنين بيساوي بعض، بتساوي الباور على الفي اللي احنا لسه حاسبينها، الباور لازم يبقى الوات، فهو مدي 2 كيلو وات هنضربها في 10 باور 3. الاف راديال بتاعت الجير بتساوي الاف اكسيال بتاعت البينيون، نحسبها من الرول الموجود هنا ده اللي هو الراديال فورس بتاعت الجير، زي ما قلنا نكتب هنا جير كده، بتساوي الاف تي 10 فاي كوساين جاما جير كده، والاف اكسل بتاعت الجير برضو هنحسبها من هنا، هتبقى الاف تي 10 فاي ساين جاما جير، ويبقى ده بتساوي الاف ار بي موجود. بس كده هو ده البيفل جيرز، يعني هو مفهوش حاجة صعبة خالص، اعتقد اسهل من بقية انواع الجيرز يعني، والخطوات بتاعته كلها اللي نمشي عليها في كل المسائل هي بالظبط، اللي هو الاربع خطوات دول. اول حاجة الجيومتري، نجي نطبق الرول بتاع الموديول بتاع الفيلوستي ريشيو، نجيب الجاما بتاعت الجير ونعمل 90 ماينس نجيب بتاعت البينيون، نجيب الدايمتر المين، نحسب من الدايمتر المين البيتش لاين فيلوستي، نجيب الاف تي، ومنها نجيب بقية الكومبوننتس اللي موجودة وكل حاجة محتاجينها نبقى جبناها فوق.